صباح الخير لكل الامهات اللي عم تحضرنا. انا فاتن بمساج اند يوغا انستراكتور. بالحلقه اليوم لدكتور مام رح خبركن عن فوائد المساج على الام وشو بواجه الاهل الجديد وخاصه الام، وكم نصيحه تتساعدها تتكيف مع كل التغيرات اللي عم تقطع فيها. هل التدليك يساعد الام على فهم طفلها اكثر؟ مجرد ما الطفل يكون قريب لامه، مش بس هو بحس بالراحة والأمان، كمان الأم. في مثل شهير بيقول عندما يولد الطفل تولد الأم. بس الأم تكون عم تعمل مساج للبيبي، بكون عندها الوقت إنه تراقب كل حركة كل تفصيل بجسمه، رح تتعلم كل حركة اللي عم بيعملها وشو بتعني، رح تعرف من صوت البكي شو بده وكيف ممكن تساعده يعبر عن حاله، رح تفهم أكتر شو اللي بيزعجه وشو اللي بيخلي طفله مرتاح. هيدا التواصل بينهم بعزز الثقة عند الأم وبتصير مرتاحة بتعاملها مع طفله. الأم رح تكون مرتاحة ومبسوطة هي وعم تعمل المساج، رح تكون عارفة هي إنه عم تقدم له كتير فوائد نفسياً وجسدياً. هون مش بس البيبي بيكون جسمه عم بيفرز هرمون السعادة، كمان الأم، وهيدا الهرمون رح يساعدهم على الاسترخاء والراحة. ما علاقة هرمون الإكسيتوسين وهرمون البرولاكتين بالتدليك؟ أثبتت الدراسات إنه مش بس هرمون السعادة أو الأكسيتوسين بيكون موجود بجسم الأم خلال المساج، بس كمان البرولاكتين، هرمون يلي بيساعد على إدرار الحليب. تعرفوا قديه مهمة الرضاعة الطبيعية للأم وللطفل بنفس الوقت، والأم خاصة رح تكون حاسة بأهمية ومسؤولية تجاه طفلة إنه تقدر تأمن له الغذاء الصحي. رح تحس بالقوة والثقة بهيدي الفترة المهمة بمرحلة الأمومة. ما علاقة التدليك واكتئاب ما بعد الولادة؟ البيبي مساج رح يساعد الأم اللي بتكون عم تقطع بالاكتئاب ما بعد الولادة. هيدي المرحلة بتكون فيها الأم ضايعة، منا عارفة شو بدها تعمل بالبيبي، كل شي جديد عم بتمر فيه نفسياً وجسدياً. بس تحضر كلاسز مثل البيبي مساج واليوغا، رح بتشوف إنه منا وحدة باللي عم بتمر فيه، ورح تشوف إنه في كتير أمهات مثلها. رح تتعلم كل تفصيل بجسم طفلة، رح تساعده إنه ينام ويأكل ويكون مرتاح، وهالطريقة رح تزيد من التفاعل بيناتهم. مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام بهالأيام بحط ضغط كتير كبير على الأم الجديدة، بفرجي صورة غلط للأم المثالية. البيبي مساج كلاسز واقعيين مع ناس واقعيين رح يفرجوا للأهل وخاصة الأم إنه هن الأهل المثالية للطفل، مجرد ما هن يقدموا له شو بيحتاج له. البيبي مساج بشجع الأهل إنه يؤدوا واجبهم الغريزة مع الطفل، وما يجبروا يحطوا على حالهم الضغط إنه يكونوا الصورة الأمثل للأهل اللي شايفينها بالإعلام. كل الأمهات الجداد بأول مرحلة من الأمومة عم بيمروا بمشاكل كتير ومشاعر من التعب والطاقة السلبية، قلة الثقة باللي عم بيعملوه تجاه البيبي، ضايعين إذا هن عم بيربوا مزبوط، لأن بكونوا عم بيسمعوا كذا نصيحة من كذا شخص، عم بيجربوا يلاقوا حالهم ويتأقلموا مع هيدا الدور الجديد يلي هو الأمومة. هون على الأهل لازم يعملوا اللي بحسوه مريح للطفل تبعهم، لأنه هيدا الطفل بيتكل عليهم تيأمنوا له احتياجاته الأساسية من غذاء ودفء والأمان. هل ما أفعله صحيح أم خطأ؟ ما في صح أو غلط، بس نكون عم نحكي عن الأمومة. الكل مختلف والكل بعيش بطريقة مختلفة عن التاني. نصائح بسيطة للأم الجديدة. كم نصيحة تتساعد الأم الجديدة تتكيف مع هيدي المرحلة؟ خصصي وقت لحالك واعملي اللي بتحبيه مع الأهل والأصحاب. حطي كل يوم هدف صغير، مثل إنه تحكي مع أصحابك أو تسمع الميوزك المفضلة أو إنه تاخدي حمام. لازم عطول تسألي وتتقبلي المساعدة وما تستحي.
لازم تحتفلي بالقوة تبعك وبالبيبي اللي ولدتيه. لازم تشوفي وتتعرفي على الأمهات اللي مثلك، تتحدثوا عن تجاربكن مثلا. اختاري راحتك على تنظيف البيت واهتمي بحالك وبأكلك، واعملي الأشياء الصغيرة اللي بالحياة اللي بتسعدك، مثلا إنه تتمشي مع البيبي أو تشرب القهوة أو الشاي المفضل عندك. اتقبلي إنه الحياة تغيرت وإنت هلأ بمرحلة كتير جديدة وكتير حلوة. تذكري هذه الكلمات دائما. أنت أفضل أم لطفلك. أنت عم تتعرفي على إنسان جديد بحياتك. أنت عم تتعلمي بهيدي المرحلة بلا ما تنامي وترتاحي. قد ما تتحضري لمرحلة الأمومة رح يكون في عندك إحساس بالمسؤولية كتير كبير تجاه طفلك. ما في شيء اسمه الأم المثالية، وكتير مهم تتقبلي طريقتك الفريدة من نوعها بتربية طفلك، وتحتفلي بالدور الجديد وموهبتك الجديدة اللي انت فيها. وما تنسوا انطرونا بحلقة جديدة وفائدة جديدة مع دكتور مام. هذا البرنامج برعاية بيبي إسبانيول.